Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon, grammaire. Et toi, on a quoi de grammaire النهارده? On a quoi de la négation. يعني ايه la négation يا madame? La négation, يعني négation اللي هو النيجاتيف. النيجاتيف زي don't و doesn't كده بالانجلش. هنجيب الفيرب ونعمله entre, نمسكه كده نعمل له زعرورتين من هنا ne ومن هنا pas. يبقى نمسك الفيرب ونحط قبليه ne وبعديه pas. زي الاكزامبل اللي قدامي je suis content. Je suis content. انا سعيد. فين الفيرب؟ ولو فيرب الفيرب suis. Je ne suis pas content. بصوا حطيت اول زعروره اهي اول توكه ne والناحيه الثانيه pas. فوش اي مشكله كده خالص، كده سهل جدا. طيب quand le verbe commence par une voyelle، لما الفيرب يبدا بفويل. طيب تعالى نفتكر الحروف الفويل a e i o u y وكمان هنزود عليهم الاش. طيب انا عملت شكل كده لمسيو فويل اهو، هنا الاو هنا a وعينه الثانيه e ومناخيره u i بقه U وحطيت له شابو أش و إجريك. ده مين؟ ده بابا فويل. ده مين؟ شكل بابا فويل. ماشي، لما لاقي الفيرب بدأ بابا فويل أعمل إيه؟ برضو حط له نوبة؟ لا، هنغير بقى أنا أبستروف وبا. ليه يا مدام؟ أنا أقول لكم ليه. لما الفيرب بيكون بدأ بفويل نو، الأو دي متخانقة مع كل الحروف بتاعت بابا فويل. النو متخانقة مع كل حروف بابا فويل، هيمسكوا في شعر بعض، فاروح عامل كده وحاطط ابستروف، فتبقى أنا ابستروف فيرب با. زي ايه يا مدام؟ زي إلي كالم، ادي ايه كومونس بار فويل، إل ني با كالم. سافا؟ سافا. يلا نكمل. وأنا ماشي في السكة كده عديت لقيت ست أدوات، سي أرتيكل، زي أن، أون، دي، دو، دو لا، دو الابستروف. تمام؟ أون دي، دو دو لا، دو الابستروف. أعمل فيهم إيه يا مدام؟ شانج على طول. يعني إيه شانج؟ غيرهم، ارميهم في البانيه، شيلهم خالص كده وحط مكانهم دو. ولو لقيت دو الابستروف حط دي ابستروف، عشان طبعا أكيد اللي وراها فويل. avec tous les verbes، كل الفيربات بتمسك الادوات دي ترميهم في البانيه صف ما عدا فيرب اتر. ليه يا مدام؟ فيرب اتر بيحب ولاده، كل ما يمشي يلاقي ولاده ياخدهم في حضنه. اون دي دو دو لا دو الابستروف، يقول لك لا هات لي ولادي جنبي ما ترموهمش في البانيه. طيب يلا نراجع فيرب اتر عشان نفتكره. جو سوي، تويي، ايلي، الي، نو سوم، فوزات، ils sont، elles sont. يبقى فيرب اتر بيحب ولاده. تعالوا نشوف كده اكزامبل. il boit du lait، il boit du lait. يلا نجيب الفيرب. فين الفيرب؟ boit. il ne boit pas. ايه ده، انا قابلت دو يا مدام، ارميها في البانيه، حط دو لي. نوميرو دو، il mange du fromage. ويلو فيرب مانج، هنعمل ايه في الفيرب؟ هنحط قبليه نو بعدي با. قابلت دو ارميها في البانيه، دو فروماج. بعد كده عندنا نوميرو 3، il est un bon élève، il est un bon élève، il est un bon élève. فين الفيرب؟ الفيرب ايه اللي هو فيرب اتر. فيرب اتر بيحب ولاده، خد بالك. هنحط ان ابستروف وبا عشان ايه بادئه بفويل، ونسيب الان لان فيرب اتر بيحب ولاده. تمام. بعد كده دي باج 28، انا هوريكم ثلاثة اكزامبل كده عليهم والباقي دوفوار، وهنزل لكم الاجابه بكره ان شاء الله. علي مونج دي بونبون، ولو فيرب مونج، برافو. علي نو مونج با دي بونبون. بعد كده نوميرو 2، il achète de la glace. achète ده فيرب كومونس بار فويل، هيبقى il n'achète pas de glace. تمام. نوميرو 3، nous écoutons la radio.
écoutons la radio. Écoutons, ده الفيرب commence par voyelle أن أبستروف على طول. طبعا اللا مش من الأدوات بتاعتنا، بتنزل مع كل الفيربات زي ما هي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، كل سنة وانتم طيبين. نكمل بقية الباج دوفوار وهنزل لكم الإجابات بكرة. ميرسي، أوروفوار.